التحالف الأمريكي البريطاني الأسترالي الجديد المنطلق من تزويد واشنطن سيدني بغواصات نووية محبطة الصفقة الفرنسية مع أستراليا دفع بالعلاقات بين أعضاء حلف الأطلسي إلى مرحلة غير مسبوقة من التصدعات والتوترات لم يكن آخرها استدعاء باريس سفراءها من واشنطن وسيدني ووصفها سلوك أمريكا بالخيانة والطعن في الظهر وبالخطر المحدق. باريس لم تكن لتطلق هذه المواقف الحادة من واشنطن لو لم يكن في حسابها حائط الدعم في الاتحاد الأوروبي. وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاقى التطلعات الفرنسية فأعرب عن تضامن دول الاتحاد 27 مع فرنسا. دول الاتحاد الأوروبي ليست بمعزل عن ترددات الزلزال الذي أحدثته أزمة الغواصات الأسترالية، فخيانة واشنطن لباريس قد تتكرر في ملفات أخرى وباتت الثقة مفقودة ويصعب ترميمها. الرعب والتهديد اللذان بثهما دونالد ترامب في أوصال حلفائه الأوروبيين من قبل لم ينتهيا بوصول جو بايدن. الأمال التي علقت على عودة أمريكا كقوة ضامنة للحلف الأطلسي ولعلاقة متوازنة مع الحلفاء انهارت، ووعود بايدن بهذا الاتجاه تبخرت في لحظة تخلى فيها بايدن عن فرنسا ولم يعبأ بما سيتركه حلفه الجديد على الشركاء الأوروبيين. توجه يعيد تسليط الضوء على حقيقة الاستراتيجية الحقيقية للإدارات الأمريكية المتعاقبة القائمة على أمريكا أولاً وثانياً وثالثاً اقتصادياً وعسكرياً، وعلى امتطاء كل ما يتوفر لها من حلفاء وأصدقاء للوصول إلى مراميها وغايتها الآنية والمستقبلية. أوروبا وفي القلب منها فرنسا في طور إعادة تقييم العلاقات مع واشنطن، ما عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان يؤشر على تشدد وتصعيد وسخونة، ولا سيما أنه دعا الأوروبيين إلى التفكير ماليا بالتحالفات بعدما ركز على انهيار الثقة بين الحلفاء كأول تعبير من نوعه يستبطن افتراقا محتملا وإجراءات قاسية ربما تتخذ ضد واشنطن.